الله الرحمن الرحيم. احنا في مركز الشارقة اتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، نشارك اليوم في أيام الشارقة التراثية تنظيم معهد الشارقة للتراث. دورنا في هذه الفعالية أن نقدم معلومات عن الفعالية سواء في الموقع هنا في المنطقة التراثية أو معلومات عن حي السدرة في منطقة اللؤلؤية. المعلومات عن الفعالية نفسها، الأنشطة في على المسرح، المشاركات الجهات الحكومية والحرفيين. نقدم معلومات أيضا عن طريق رقم التواصل المجاني 880,000 للاستفسار للوصول للموقع نفسه والفعاليات اليومية اللي تهم التراث الشعبي، الأطفال، الفرق سواء العيالة والفلكلور الشعبي من كافة الدول المشاركة.